دكتورة، قانون الهجرة البريطاني قوبل بتنديد كما تعلمين من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى، فإذا كيف تم تبرير اللجوء إلى هذا التشريع في بريطانيا أصلا من الأساس؟ يعني الحكومة، مساء الخير، الحكومة البريطانية بالفعل عندما استمعت إلى الكثير من الانتقادات سواء على مستوى الداخل البريطاني ومن شخصيات كبيرة وفاعلة داخل حزب المحافظين، على سبيل المثال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا مي وأيضا بعض أعضاء حزب المحافظين داخل مجلس اللوردات. مجلس اللوردات كان قد حاول من شهر مارس الماضي أن يضع بعض الضغوط على الحكومة البريطانية لكي تقوم بإجراء بعض التعديلات على بنود هذا المشروع المثير للجدل. وضعت 9 بنود، قامت الحكومة البريطانية بإجراء بعض التعديلات على 3 أو 4 من هذه البنود ورفضت الباقي. الحكومة البريطانية تعلم تماما أن هناك الكثير من الانتقادات الحقوقية سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الأممية من الأمم المتحدة والمنظمات الفاعلة في هذا المجال، ولكن هذه القضية المثيرة للجدل، قضية الهجرة غير الشرعية لبريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلم تماما أن هذه القضية هي من أهم الأولويات الخمسة التي وضعها بداية هذا العام لكي يتصدى لها ضمن أولويات تتعلق بالأزمة الاقتصادية. هو يعلم تماما أن هذه القضية هي قضية تشغل بال البريطانيين، الناخبين البريطانيين الذين صوتوا بالفعل لبريكزيت وكان من أهم بنود الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لدى الناخبين، هو القضاء على الهجرة غير الشرعية خاصة القادمة عبر بحر المانش بالقوارب المطاطية الصغيرة من اللاجئين غير الشرعيين وغير القانونيين الذين يريدون الدخول إلى الأراضي البريطانية. هل نفهم دكتورة عزة أن هدف سوناك الأول أو الأهم هو إرضاء من صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ هذه نقطة مهمة بالفعل، وأيضا هو يريد أن يكسب مؤيدي هذه القضية المتشددين داخل حزب أو الصقور داخل حزب المحافظين الحاكم. هو يريد أن يقدم ورقة ضغط ناجحة، يريد أن ينجح في تمرير هذا المشروع وتنفيذه. هو لديه الآن مدة عام واحد للانتخابات البرلمانية القادمة، وإذا نجح بالفعل في تمرير هذا القانون وقام بتنفيذ بنوده ربما تكون هذه نقطة يستطيع أن يستخدمها حتى يستطيع حزب المحافظين أن يحقق بعض النجاح في الانتخابات التي يرى الكثير من المراقبين والمحللين أنها ربما تكون فترة صعبة عليه، وربما حزب المحافظين يخسر هذه الانتخابات العامة.